النهارده تألق حارس في مباراة مصر المقاصة والنادي الأهلي، حارس مصر المقاصة الشاب تألق بشكل كبير، منع أهداف كثيرة من مرماه، كان مميز حتى في ضربة الجزاء راح معاها بشكل مميز، حارس واعد جدا وابن حارس كبير وابن مدرب حراس مرمى كبير. معايا عبر الهاتف الآن الكابتن أحمد طارق سليمان حارس مرمى فريق مصر المقاصة. كابتن أحمد مشرف ومنور. ايه يا كابتن كريم، الأداء النهارده كان أكثر من رائع ومميز جدا رغم الخسارة، بهنيك على المستوى الفردي وهارد لك بالتأكيد الهزيمة. الحمد لله كابتن، والله ده توفيق من ربنا، يعني ربنا الحمد لله اختار التوقيت المناسب ان انا اظهر فيه، والحمد لله ظهرت بصوره كويسه. النهارده الاداء كان بالنسبه لك مفاجاه مشاركتك النهارده ولا انت كنت عارف من بدري؟ لا كنت عارف، بس يعني انا كان جالي اصابه، يعني كنت قريب من اللعبه جدا وبعدين جالي اصابه حصلتني شويه، فبعدين رجعت لعبت يعني ماتش النهارده الحمد لله. كم سنه دلوقتي يا احمد؟ 22. انت كنت موجود في النادي الاهلي؟ مظبوط، 12 سنه النادي الاهلي ده بيتي طبعا كده. ليه بقى ما خدتش فرصه في النادي الاهلي، او ليه خدت انت القرار انك تخرج من النادي الاهلي؟ لا هو يعني دايما بيبقى فيه، يعني زي ما هو كابتن محمد الشناوي كابتن علي بتبقى محتاجه دور شويه، يعني هصبر كتير ولسه مش مهيئ ان انا العب واشيل النادي الاهلي، يعني دايما النادي الاهلي عايز ينافس على بطوله، صحيح، فانا لسه برضو الخبرات بتاعتي ببنيها، فعشان يعني زي ما بيقول الجمهور ما بيستحملش، يعني هو النادي الاهلي السنه دي ما خدش الدوري الجمهور مش بيستحمل، يعني صحيح، فالحاله باخد الخبرات دي بره النادي ومع الفرق بره في الدوري، وان شاء الله ارجع النادي الاهلي في اي وقت. بصراحه بحييك جدا على القرار ده، عشان انت هتفضل طول الوقت غصب عنك اسمك احمد طارق سليمان، اسم كبير ومحترم، لو فاضل في النادي الاهلي طول الوقت او فاضل في نادي كبير طول الوقت هيقول لك هو بيلعب عشان خاطر والده، لكن انت دلوقتي بتقول لي انا طالع اثبت نفسي بنفسي وممكن ارجع في اي يوم من الايام، انا فهمت كده صح؟ مظبوط صح، انا كده فهمت صح مظبوط؟ اه مظبوط، يعني انت مستني ترجع النادي الاهلي في يوم من الايام؟ اكيد طبعا، حلم اي حد خرج من النادي. يعني انت مكمل مع مصر المقاصة الموسم اللي جاي ولا في خطوه جديده؟ والله انا حابب ان انا ابقى موجود في الدوري الممتاز، يعني بشكل يعني بنسبه اكبر طبعا، لان يعني دوري الدرجه الثانيه بيبقى صعب جدا، ويعني برضو مصر المقاصة في مجموعه الصعيد، فان شاء الله بحاول مع الاداره ان يعني ان شاء الله لو جالي عروض كويسه الفتره دي ان انا امشي. يعني مش هتكمل مع الفريق، يعني مش هتكمل بنسبه، يعني بنسبه كبيره الموسم اللي جاي. النهارده المباراه شفتها ازاي بشكل عام؟ المباراه كان مصر المقاصه بصراحه فاجئنا انه قادر يتماسك، انت كمان تالقت بشكل كبير جدا، تصورنا ان المباراه ممكن تخلص بدري بدري، بس كان في تالق لمعظم اللاعبين على مستوى الدفاع تحديدا وبالتاكيد على مستواك انت الشخصي كحارس مرمى. يا كابتن كنت دايما بحاول اوصل لزمايلي يعني ان يعني النادي الاهلي نادي كبير والماتش اكيد هيبقى صعب، بس في الاخر احنا 11 قدام 11، يعني يعني بالذات ماتشات الكؤوس يا كابتن بتبقى مختلفه شويه خالص عن الدوري، خصوصا ان احنا في الدوري حتى مباراه الزمالك لما خسرنا بنتيجه كبيره، يعني احنا ما كانش عندنا دوافع قوي، يعني احنا بنسبه كبيره هبطنا في الدوري وبنسبه كبيره، انما النهارده الكاس بطوله مختلفه، فيعني انت لو يعني اخطيت النادي الاهلي من البطوله فدي حاجه كبيره جدا، فيعني الدوافع بس النهارده كانت مختلفه لكل اللعيبه. صحيح، حد هناك من الاهلي لاعبين او جهاز فني على مستوى اللي قدمته النهارده بعد المباراه؟ هنوني كابتن سيد عبد الحفيظ بنفسه هنان يعني بعد الماتش، عظيم، وكابتن علي لطفي يعني كل زمايلي اللي في النادي بصراحه لما هنوني كلهم سلمت عليهم بعد الماتش. عظيم جدا، عظيم جدا. طيب انت عندك مباراه مهمه جدا اللي جايه في الدوري قدام القانون العرب. المباراه دي حكايه. ليه بقى؟ ان احمد طارق سليمان حارس مصر المقاصه هيواجه والده مدرب حراس مرمى المقاولون العرب، احكي لي كده بيحصل ايه في الكواليس؟ دي قصه جديده. يعني هو انا كابتن طارق النهارده بيهنيني يعني، فقلت له عقبال المقاولين بقى. قلت له كده وش على طول. ما فيهاش دي بقى، يعني هو ربنا يا ربي يعني يوفق، ودايما الحاجات دي تبقى مكتوبه، يعني الواحد بيعمل عليه واللي بيمليه مكان شغله عليه. صحيح صحيح. دايما دايما يعني ده حاجه، حتى النهارده وانا بلعب النادي الاهلي
النادي الاهلي بيتي وقعدت فيه 12 سنه، بس اكيد انتمائي دايما بيبقى يعني للمكان اللي انا زي ما بيقولوا يعني باكل فيه عيش دلوقتي. بالتاكيد بالتاكيد، وانت يعني راجل ووالدك دايما مهذب ومحترم ومن افضل المدربين حراس المرمى في مصر، كان حارس مرمى كبير جدا ودايما بيشرفنا وينورنا هنا، فقره عظيمه جدا فقره حراس المرمى. كابتن احمد طارق سليمان انا بشكرك شكرا جزيلا، حارس مرمى فريق مصر المقاصه، تالق النهارده وقدم مباراه كبيره قدام النادي الاهلي. طيب